دحين اشياء اتناقش مع بعض الناس الواطية، مش اللي بعض الناس الواطية، اكثر التعليقات لما انا حطيت الفيديو يعلقوا على مؤخرتي، ايش على اباين ابوتكم في بي، ايش جالسين على ريوسكم، ايش مع اباين ابوك تتكلم على حق الطيز، ايش طيز امك انت ما تشوفوش ولا طيز اختك، ايش لك في بي، ايش عليك، ايش تحسب الطيز ده اقل سهولة، ده كم رياضة تريضت وكم عتقال حملت عشان اطلع هذا، عائلتنا احنا مش معاهم طياز حرق سريركم، عادكم تكون شو تحاسبوني على طيزي، على قلت الدهبلي يا ليلة الدخول حرق سريركم، كل مساء انتو طيزك وطيزك وطيزك، عاد انتو قبتوني باحترام سكيتوا ايش قالوا الكنديشن الدفريشن ام الصبيان تبزكم، ايش عليكم؟ الطيز ده اني ما طلعتوش لله، تريضت لما قرحت رجولي وعضلاتي عشان اطلعه، تحسبوا بسهوله لا سويت عمليه ولا شيء، صلوا على النبي واذكروا الله وقولوا لا اله الا الله وحد انذق وحناش ازرق، يدخل من العين للعين الثانيه مع الحوت الازرق بلقوفكم، عيونهم خزقت والد القلابيه بالمايكروسكوب، عادهم ايش؟ يعملوا تقويم الدفريشن كيف شكله؟ مكعب ولا مربع ولا دائره ولا كم التفاحه ولا كم البطيخه؟ حسبي الله عليكم، كل ما زعسكوا عليه اوه الدفريشن حقه اوه شوفوا الكنديشن حقه اوه شوفوا محطه البترول محطه البترول حق ام امك. يا بلا ادب يا واطي انت، اخ اخ خرس خرسك ان شاء الله عزرائيل.